صحيح. انا يوم اختفتك قبل ما تجي تروح. اهلا بك. انا جيتك اليوم بالذمه كما انت عطيتنا اليوم زهره حلب، نحن نحب زاد نعطيوك هذا وتكون معنا زي زهره تيري سينما. هذا ظهور تيري سينما. تقعد معي اليوم باش نعملوا انترفيو فيه فحلو برشا باش نحكيو على كل شيء. رجعك نسيت مرحبا بك. سيري ذا مرة أخرى مرحبا بك في تيلي سينما. أهلا بك. إن شاء الله يكون لك الإسباس عجبك. في تيلي سينما البروميير بارتي نتاعنا نحكيو على الانفيتي نتاعنا، نرجع معاه للصغر ملي مازال في دارهم، نحكيو كيفاش بدا الغرام، شنو كان مغروم من الأول، تمثيل كيما اليوم سيادتك أنت مخرج، ولكن فهم برشا مخرجين اللي يقولوا كنا مغرومين بالتمثيل ومن بعد لقينا روحنا في الإخراج. أنت كيفاش كانت الحكاية في العائلة من الأول؟ الموهبة من أنت صغير ولا من بعد جات؟ لا أنا متفرج كنت صغير ككل يعني توانسة، وكل في الخمسينيات والستينات كنت متفرج يعني على الأفلام، نشوف ثلاثة أفلام في الأسبوع. نقرا عمري صغير، وكنت الافلام خاصه التجاريه اللي هي الويسترن والا افلام المصريه، وكان الوالد متشدد شويه فما يخليناش نشوفوا كل شيء، لكن ديما نتحايل ونقولوا باش نشوفوا فيلم على الحج، نشوفوا فيلم على مكه، هي افلام سنه جميله. هذه المسموح بها كانت الافلام باش تفرج بها باش هو يسبحنا، ما هو مثلا وقت ثم ما فيش افلام على مكه. فهمت. فالمهم يعني كانت وكانت التعليم طبعا كنا نقراو، سواء كان في الكتاب قبل وبعد في المدرسه، لكن السينما كان متفرج كانت هذيك الغرام الاول. فهمت. معناها من الاول وانت صغير كنت جست تحب تتفرج هكا، وما كانتش فما حكايه التمثيل باش تمثل وحدك في الدار؟ عمر ما جاء الفكره اللي باش تقول انا نحب المثل؟ لا لا، من الصغر وانا نعرف روحي انا باش نعمل مخرج. ملي انت صغير خاطر ديجا فاش صغار بانوا حتى كيتفرج بارفوا ما يعرفش حتى فما مخرج في الوراق. كنت نبربش برشا نعم في كوليكسيون للتصاور الممثلين والمغنيين وكل شيء، فكان عندي اغرام حقيقي. للي من بعد قلت العائله راني انا نحب نولي. لا ما قلتش العائله، مشيت تقريت على روحي والعائله تتبع يعني. ما كانتش مع حتى معارضه لي؟ لا لا مش لانه ماهوش بالطريقه يعني، عملت علم اجتماع ما درستش السينما. ف بالعكس خلوني نعمل السينما الهوات من الصغر من عمري 14 عام، وبعد كي كبرت كملت الهوات وما زلت لحد الان. كيفاش كنت ناشط في السينما الهوات؟ شو الحاجات اللي ما تنجمش تنساهم في العمر هذاك؟ كتبت السيناريو، كتبت السيناريو كانت هي اهم حاجه عندي، ان نكتب القصه ونعمل تريتمون ونعمل ديكوباج تكنيك كل شيء، ونوريها للاساتذه والمخرجين الكبار كسي احمد حرز الله كان يجينا من وقت لاخر القروان ويهبط معنا. ف يعني بهذيك التجربة الأساسية اللي خلتني نتغرم أكثر. تذكر أول سيناريو كتبته ولا ما؟ والله لا تذكرش، أنا هو أول واحد، لكن من الأوائل هي الدمية وصابرة. على شنو كانوا السوجي اللي كانوا فريمون هكا يجبدوك أكثر؟ عن الطفولة والتيميديتي، عن دائما البسيكولوجي، الكوتي يعني الكوتي بسيكولوجيك دي زونفون، كنت بديت بالطفولة يعني. كانت تهمني ياسر الطفولة، وكنت ياسر سي اوبسيرفاتور زاد نشوف العلاقه بين الولد وبوه على الام. انا كي نسمع كان نشوف بارابور للصغار سواء توه ولا قبل، نحسك كنت ممكن سابق عمرك، انضج حتى من يعني تفكيرك ممكن في ال 14 تفكير كان ديما سابق يعني تشوف فيها. سمح لي فما ديتاي تشوفهم انت ممكن غيرك ما يشوفهمش. يعني احنا كنا ما نلعبوش مثلا في الشارع، ما نلعبوش كوره، يعني كنا دائما المطالعه القراءه او مشاهده الافلام المهنيه، وفي نفس الوقت قنا دائما يعني عندنا نوع كل وحده تجبر الانسان باش يفكر يمكن، او الطفل يفكر. ف يعني ما نقولش اني كنت سابق الوقت، لكن كنا في مجال دائما في منعزلين شويه. يعني هوني نعملوا تو ريكاب نلقاو بالحق معنا سيري ذا من الاول كان واضح باش يكون مخرج، وكان مولاته من اللي هو صغير ظاهر انه يحب يكون في الميدان هذا في السينما، خاطر برشا مخرجين يقول لك جدد بيعتها الحكايه بعد ما كملت قرايت ولا مش تقريت سينما قيت روحي مغروم. لا لا ما قريتش سينما. انت من انت صغير ديجا تحب تكون مخرج، وديجا ما قريتش حتى سينما، مشيت عملت علم اجتماع، واما ممكن هذاك هو اللي عاونك علم الاجتماع في الكتابه. تصور الكتابه في التحاليل في الفهم الموضوع اللي واحد يتناوله. لازم واحد يدرس الحكايه، فبالعكس يعني كان اليوم كي نعملوا كومباريزون بين لي زاماتور قبل ولي زاماتور تو،
وانت ديجا كنت من الناس الناشطين من الاول في الكلوب وانت صغير، واليوم قعدت واكب في الجينيراسيون الجديده، فما شكون لاهي بهم ولا انت حاولت انك ممكن الشيء المتوفر لكش قبل توفره للجيل هذا الجديد، ولا ما عندكش فكره كبيره؟ لا لا عندي الان الماتيريال تبدل، يعني كنا قبل ب 16 ملم وب 8 ملم تو ولا يعني لي زاباري نيميريك خفاف ويتحركوا بسرعه وما عندهمش ثقل. يظهر لي توا المجال اوسع، لانه احنا كنا كاينا نخدموا في السر، كنا قبل كانت يعني السينما يعني مجموعه بتي كلوب في 7-8، توا تلامذة تاع السينما برشا، تلامذة تاع المعاهد الفنية برشا، الفنون الجميلة يخدموا في السينما، تلقاش مكان جامعي كبير إلا وتلقى في برانش تاع السينما أو تاع أر ميديا. ميديا حاولت أنك تكون ناشط أكثر مع الكلوب، تحاول تعاون الناس اللي ما زلت في مرحلة الهواية تعمل كلوب باسمك؟ أنا ندرس في معهد السينما أقار الدراسة، يحكيون يعني للهوايات اللي ما زالوا صغار في العمر تعمل لهم كلوب، تحاولوا ما رفش جماعة تمشي لهم؟ لا لا ما حاولت، ولا الوقت هو الوقت؟ لا ولا الوقت، وثانيا هم التأطير نتاعهم أنا قاعد نأطر في الشباب، فأنا ما نحسش ثم فرق ما بينهم، فرق أنهم هما هواة انديبندون، هذوما هواة لكن في المدرسة. ما بين خدمتي والدراسة والانكادرمون اللي نعطيه للشباب ما نصورش ثم وقت إضافي للناس الآخرين. نحن في تيلي سينما خلونا فيهم ليزاماتور هذوما، نجيبوهم معنا يكونوا هنا نتفرجوا في الفيلم نتاعهم، بعد ناخذوا رأيك أنت بيان سور زاد يهمنا برشا. طيب أوكي هاي تفضل. هاي مرحبا بيك. هاي عرفنا بروح. بو محمد عزيز كريمي. ايه. 25 سنة. ما قبل مغروم بالسينما. من قبل قداش؟ ما عندك 20 سنة. ليه؟ أنا ما عنديش برشا، ما حكيت أنا 5 سنين تاني هكا. تغرمت. من الأول كيفاش بديت نسيت الأغرام؟ والله تغرمت، كنت معناها نتفرج في ليزيميسيون حاجات كيف هكا، ونقول معناها كيفاش هما يخلطوا للبرودوي هذاك، كيفاش يصنعوا كل شيء. بون بعد بشوي بشوي خممت في الناس اللي قاعدين يخدموا معناها في البرودوي هذاك. بون في الاخر بشوي بشوي تغرمت. ناوي تمشي تقرا سينما بعد ما تكبر ولا؟ لا حاطت معناها حاطت في مخي، قال لي معناها حاجه هذيا لازمتني نبقى معاها. لازم تقعد مع مخرج اكثر ممثل شو امور تحب؟ والله مش كيف ديما نعرف في العمر هذا مازال ماذا بيه ممثل شويه مخرج صحيح، اما مش كيف معناها انت بشتاي معناها مخرج عنده هدف معناها فكره يحب شي يوصلها، مش كيف زاد ممثل، اما في كل الحالات معناها المهم موجود في الميدان. المهم موجود في الميدان. الفيلم جيتنا به اليوم قداش يقعد؟ بون يبقى 11 دقيقه نورمالمون. فلاش ريسك. بون خدمت انا وبرشا اخرين انا قدم لهم تحيه، وما بيناتهم محمد عزيز حفحوف، ايهاب حاجه حنين، كان معنا محمد عزيز كان معاكم قبل جاي قبل صحيح، ومحمد نتيبة برشا اخرين. انت اليوم عندك شانس كبيره، معناها بحثك مخرج كبير واسم كبير مش يعطيك راي وشوف هكا شنو انت وين تنجم تمشي. صحيح. اوكي نفرجوا احنا في الفيلم بعد نرجعوا نحكيوا سيدي دار. خلينا نعاود نذكركم اللي زي ما تغلي تحبوا تكونوا موجودين معنا في تيلي سينما على ذمتكم الباج اوفيسيال نتاعنا تيلي سينما، والا السيت نتاعنا www.telesinema.com. نتفرجوا في الفيلم وهنا راجعين. واو انا باطل لكم فلاش في المعلومات عن العملية الكل، تجيبوا واحد من جماعتي في الطاولة نحبوا فيها السرعة. ليه وليه واه يا من لفون تو عالمي من ميتون لول وكلتك انا ما عمشي اي يا انا اخويا مانيش مغروم اصلا بالكوره، وخايا نمشيو للليفيت ماعادش علينا وقت. شنو تحب تعرف انا ماكك حار اخرى؟ بس نشدي ذلك يا مسمار شحال اي فيس عقوه مي سال اخويا يطلع انت هي والله استنى يا شنو هي؟ هاي مش تشبه للكارت جرافيك جي تي اكس 1080؟ اي علاش بزبده هذيك واش قلت لك هي؟ يا هاو فلاش يا مش نورمال ها؟ انت فلاش كنا كيف ترجعه له نورمال في مخك؟ ليه صانع عني بيه خلي نرجعه له ليه ما ترجعهوش تشبيك يا اخي ترجعهوش افتح فيلم شنو ما شوف شنو في وسطه برك
اي ما توش عملنا في الايفنت ادينا في مزيت نص ساعه كامله شو نشوفش في وسط بعد نمشي الايفنت برا برا سلام مدير فركس فركس مرة ما لقيتش متأكد من البلاصة الصحيحة أنا هنيك لقيت بين مليار قداش أنت مستحق وسع بالك وسع بالك مدير اللحظة تعال نشوف دوج بالبيت لازم تلقاه توا الفلاش كان يريد زوز عبيد زوز عبيد راهم يبربشوا في حكاية ولا فاش تستنى ولا جيبهم توا إيهيب ياب شفت شفت بونتو كنت بالسنتر مش نورمال ادي هنا بونتو وانا سنتر ايش شوف المصيبة اللي جبت هنا من جرة الفلاش شنو الكتيبة هذي الكل هذوما منظمة اختيرة روش رشي الحاكم التو اللي شدهم طيب مش هدرت الحاكم شدهم انا في بالك تباسينا في يدنا برش مليارات من فيش تستنى مش هتوقع نجوك على جو شو سيتاب بس جيمر ريزر كروما والعاب دينا سيتاب متاعك وفي بالك اللي هما موجودين في القهوة اللي بحذانا من فيش تستنى مش هتوقع هتوقع اسمعني انا اليوم انا ضيعت على روحي نركش هدي كورت الفيديو على خاطر رب نجم ترسينا في سويسرا شي نورمال فلوس بني يزم نجم سويسرا الشي اللي دور بين عالم كامل في كل بين مشي ولا الفلوجي يا مدير اشي تحط فلوجي في الحبس يا اخوي تحدي في شي امشي تنجح مثلا تنجح بيه برا بركي شو بنا دبوزها ميس فهمت على الاخر برا هي هي وعملها ربي تستر يا عزيز كتفول لك اللي رينا لوش على الفلاش بكري رام بكري جي وراي شوف لي حل عاش خوي اوه ماني قلت لك اختانا من المشاكل تي ما علينا طولي صار صار شوف لي حل كيف انقطع منه هاي لحظة بركي اضرب روحك عاش خوي الو واه مشيتو الايفنت انا كنت باش نخرج انا سيئ يدي انا ايفنت وانا يدي تو وقت ايفنت يا اخي علاش فما لباس مش لباس الجمله اسمعني تذكر وقت البيراتين السيستم سيكوريتي نتاع البنك سنترال تقولي شي فيقوا بينا والله عرفتو ايهاب باش يباسينا ليه ليه ما فقوش بينا اما ايهاب وحلنا في مشكله اخرى مش بيه ايهاب فما عصابه خطيره خالتين وراها حشنا بيك تو تو يا عزيز راني قريب نوصل للسنتر فيل وانت ما عملت شيء بها اسمعني زيد 4 متر اخرين مشي عرض البلاص على يد اليمين مقابل بانكا ادخل تخبى غادي يا عزيز بيب الكود لو تصرف تتحلو فيزا 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 نجي لوراك بيه لحظة بارك اي هوكا سيء اي تحلك الباب يا اسمعني اطلع في الاسانسور نبتك للسوسول اللي كان خلت عليك هاني بلوكيت ده اسمعني الاخر اللي خلت عليك راه هبط لك من الدروج
وي 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 ليه عاد تو وقت الكونيكسيون. الو يا عزيز ايهاب في خطر في صحه المشكل. اه اوكي بيه تنوض البنو تاعي ازرب روحك لو ايهاب باش يمشي فيها. الو وي ايهاب عزيز معك. اوكي اسمعني اللي خلت وراك راهو يلوج عليك ترى عطاو طفي لك الضوء. باهي يزرب روحك. يا عزيز باب مسكر راه حلو فيس الباب. اوكي لحظه برك في ميز زياد مزلت بيك انا. سيبك خير صيد واه هي صباح لاباس لاباس استنى لحظة بعد. الو اهلا اسمعني هاي هاو لاباس بحذايا هي صحته بخير ايش روح بينا هاي استنى الروح وتونا في الحوض الو من غير ما تسالني انا شكون ولا منين جبت النمره هذا امانه مش نقولك حاجه برك نعرف بلاصه الفلاش وين. هيا عاد صايي وفين المونتاج وفين الفيلم وكل شيء توكا صابو We'll be right back.
رجعنا بعد الفيلم عزيز. شوف قعدت مخي عزيز حاب حوفه تاعنا. باهي رجعنا بعد الفيلم وشوفوا تو راي سي رضا. أنا كالعادة قبل ما نعطي رأيي نحب نسمع أو نستفسر حاجات. لو كان تلخص لي الفيلم نتاعك تاع 11 دقيقة تلخصوا لي في جملتين ثلاثة علاش يحكي؟ بون بالنسبة للفيلم حاولنا باش بما أنه معناها اليوم معناها الشباب كانوا ولاو يخدموا برشا بالتكنولوجيا معناها حاولنا باش نخدموا حاجة باش الناس الكل معناها تكون في الانتوراج بتاعهم. حاولنا باش نوصلوا برشا ميساجات معناها ما بيناتهم انك ما تنجم تثق في حتى حد وانك معناها مش اي حاجه تجيب السهل ومعناها في سافيسا. وبون خدمنا على دو بارتي، عملنا البارتي الاولى ومازالت البارتي الثانيه ان شاء الله في الثانيه. تفضل في هذا الجمل. لا حطيته هنا وريت باراجراف. لا لا انتوكا ثم مجهود حقيقي بتاع الشباب يعبر بالوسائل اللي هو متمكن منها. وهذه اهم حاجه يعني يسخطوا في العمر هذا اي يعني لا هو كيبدا ثم غرام عاش في عمر يتبقى مغروم عمره 7 سنين يعمل العجب اكثر من واحد عمره 70 يعني. هو مغرومين. ثاني حاجه مش متطفلين على موضوع بعيد عليهم موضوع يعني هذه التكنولوجيا والرقميه الديجيتال تو سا يلفيف سا ماتاس صباح وليل. دونك مهم هي حكيت بعض الحين الريتم بعض الحين يبدا بطيء بعض الحين يولي اكسليري ونوع الموضوع هذا يبدا ديما اكسليري بعض الحين يهبط الريتم حسب رايي بعض الحين الكادراج نتاعك يبدا معناها شطر نتاع نشوف الراس واحد من ناحيه كومبليتمون بعض الحين تي بيزوان دو فير ان انسير ولا باش تلقى لقطه على يد او على بتيت اباري في يده اما انت تو كادر توجور الراس يتنحى ومونتري وجات برشا مرات 3-4 مرات اي فانت متقصدها والا لا لا هو في اللقطه انا عرفتك على ليه اللقطه تحكي اما في اللقطه هذيك معناها كانت حاجه مقصوده باش نوريه الخطر معناها الحاجه اللي هما شادينها في يديهم اي مي وقت تكادر ان بو ميو تردها جروب لون انا انسير وبعد ترجع للكادر اي مو لخاطر البروبليم انه عندنا معناها تروا كاميرا في الشو ومعناها بعضها لبعضهم كان باش تحاول تتحرك شويه معناها باش معناها لا بارك الله فيك فعلا يعني مثال موافقين انا فاهمك ساعات موافقين الراي ذا يجاه معاك هذولك حاجات تحكي فيهم لا 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 قلت له بتبيعها مش بالسين فما صعوبات ساعات الدور ذاك تتلز باش تعمل نحاولوا نصلحوهم نحاولوا ان شاء الله ورجال انا حاجه جديده تحضر ولا والله ان شاء الله فما البارتو على قريب وبار ثاني معناها فما على قريب وبشكون معناها باش نقوي فيها برشا فازات اخرين معناها باش نجيب معناها باش نحاولوا نخدموا فيها نحسنوا اللي الحاجات اللي عملناها من غلطات هنا باش نحاولوا نستفيدوا زاده من الملاحظات نتاعو باش نحاولوا نحصلوا المره الجايه وان شاء الله تخرج حاجه خويا باهي زدنا من الفازات نتاعكم ان شاء الله الموسيقى التصويريه ما تكثروش منها برشا خلي الممثل هو اللي يؤدي كي تعتمدوا على شفت برشا افلام شباب من يبدا الفيلم حتى الاخر هو حاطط لك فرشه موسيقى الموسيقى التصويريه باش زعما زعما هو باش يعبر لك بالموسيقى مش ديما يا دي ماما خليوا الموسيقى عندها لحظاتها اللي يلزم الموسيقى أيوة. لحظات اخرى لا وصحيب أيوة. مرحبا بك مره جاي جيب فينا ماخر ويتعدى هون جدا ونحكيوا عليك مرحبا بك يعطيك الصحه عايش تعال التاكسي تعرف هذوما اللي اللي يظهروا اول مره لو ساعات قدام الكاميرا لا لا نعرف هذا مضمونك ممكن لمبيت تاعنا اول مره ظهر قدام الكاميرا سي امبورتون فهمني اما باهي باهي لما يتعلموا منك ونعديوا لهم اللي ميساج هذوما تو باش نمشيو نحكيو في الدوزيام باختي باش نبدلوا الكوان تو باش نبداو نحكيو على برشا سينما على كارير كبيره على اكسبيريونس كبيره على برشا برشا بحق عندنا ما نحكيو قد ما نقعدوا نحكيو شوي قبل كل شيء نعملوا السيلفي نتاعنا نتاع تيلي سينما ونمشيو نبدلوا الكوان نتاعنا هاي تفضل كان على الساندي كمان البريمير بارتي عرفنا كيفاش بدا الغرام تاع السينما الامبيونس هذه الكل تو باش نبداو نحكيو في ليزيكسبيريونس والاسم الكبير اللي تونس الكل تعرفوا كما نقولوش زاد العالم الكل يعرف البريمير بارتي نتاعنا هو اللي نجمو نحكيو على التلفزه اللي هي نعرف التلفزه ما فماش اكسبيريونس كبيره برشا وانت ديما تقولي انا التلفزه
بعض هكا التجارب وكا هو ماهيش الحاجه اللي ياسر تجبدني يعني نحكيوا عليهم مساج. لا مش هذا، كنت وانا في طالب ما زلت في السنه الاولى في الجامعه، احمد حرز الله استاذنا الكبير والسينمائي الكبير كان قبل عمل علم الاجتماع في ايطاليا وعمل معهد السينما الايطاليه كذلك في السنتر سبيريمنتال، كان عنده فيلم تسجيلي كبير عن العلاقات الاسبانيه التونسيه، فطلب مني ان نكون معاه المساعد الاول، وفعلا كنت معاه المساعد الاول، لكن ما كانش عندي علاقه بالتلفزيون مباشره، كانت عندي علاقه معه هو ومع المنتج اللي هو كانت البلديه تونس اللي كان فيها توأم بين مدريد وتونس في الفتره هذيك. فهذه التجربه الاولى. التجربه الثانيه كانت تجربه جميله جدا عملتها 2010 اللي هو انت اخراج جراج الكريك، هو كان سيت كوم في وجيه الجندوبي وهشام رستم ولطفي العدلي ومجموعه اخرى. هذا 2010 2010. شنو كان يحكي سيت كوم؟ كيفاش جاتك الايديا نتاع سيت كوم انت؟ حطينا يعني مجموعه من الناس في جراج والحياه اليوميه نتاعهم ومشاكلهم باسلوب يعني فكاهي لكن طريقه جميله في يعني التصوير وجميله في الاداء، فعملنا حاجه خفيفه ب 20 دقيقه تقريبا الحصه 25 دقيقه. ومن بعد قلت يزي. لا ما قلتش يزي خاطر انا مره اخرى ما تخليتش عن مهنتي اللي هو انا سينمائي او جامعي في القريه. تو نحكي ترزي يعني علاش ما مثلا فماش مقترحات ما جاتش ناس كلمتك قالت لك والله فما هاو السيناريو هذا ماذا بيا كان انت تخدمونا في التلفزه ما، ولا انت كنت ديما تقول لي الحقيقه خليني في السينما اكثر؟ لا 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 ما جاتش اولا ما جاتش طلبات، وما نتصورش انه مسؤول في التلفزه يقول يعيط المخرج يقول له عندي سيناريو يشوف. لا لا يعني السينما ماخذ كل وقتي وشاغلني وعندي مشاريعي بالعكس. تقول ما نجمش باش ما بين تلفزه وسينما صعيب باش نجم الوقت، خصوصا السينما تاخذ وقت كبير يعني حتى في التحضير. وخاصة في التحضير والبحث عن التمويل وصياغة السيناريو مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة، وبعد تحضير الفيلم لما كل شيء يتوفر، وبعد التصوير ثمك المونتاج والبوست برودكسيون وتوزيعه، لأنه تعرف المشكلة أنه احنا مشكلة كبيرة في التوزيع يعني هو اللي واقف على كل شيء يبدا من الاول للاخر. باهي نمشيو نحكيو من التلفزه نحكيو على المسرح. وينك في المسرح؟ تمشي تتفرج؟ عندك فكره تكون ساعات فريمون تاخذ ممثلين من المسرح ولا ما تحضرش؟ ما عندكش فكره كبيره على الساحه يعني المسرحيه في تونس؟ لا نمشي للتياتر ونمشي للمسرحيات معينه كما نتاع فاضل الجعايبي كل ما يخرج مسرحيه جديده عن مسرحيه حدث يعني نتبع كل تونسي يعني نتبع، لكن ماشني مغروم او ماشني ما عنديش مشاريع عمرها ما جاتني حتى فكره باش نعمل اختصاص اخر وعالم اخر ولغه اخرى ويعني لا لا يعني يستحيل ان واحد يقحم او يقتحم او يدخل في حاجه مش نتاعه وخاطيتني. اليوم وانت تحكي لي على حتى سالتك تو على المسرح حكيت لي على اسامي معينه طول ذكرتي مثلا فاضل الجعايبي، تحضر المسرحيات الاخرى اللي اليوم نقولوا احنا جماهيريا ضاربه في تونس يعني اللي هو المنشو اللي قاعدين نشوفوا فيهم لامين النهدي ولطفي العبدلي وجهه الجندوبي، هل الاعمال هذه اللي الناس قاعده تمشي تعمل في كومبلي ومعروفين برشا تمشي تحضر ولا تقول النوعيه هذه؟ لا لا انا كيما برشا مخرجين بدا ما همش راضيين عليها 100%. لا انا ما عنديش الاحكام هذه على الاشغال، سواء كانت افلام او مسرحيات او اغاني او اي شيء. يعني تعلمت من عند اساتذتي في فرنسا انه التاريخ يغير والوقت يغير حكمنا على الاشياء. فاذا كان انا اليوم نجي ما عندي حتى حق باش نجي نقول هذه حاجه مش باهيه او اخلاقيا هابطه او فنيا هابطه. طبعا عندي ميولاتي الشخصيه وعندي حاجاتي اللي انا نحبها اكثر من غيرها، لكن اني نسمح لنفسي باش نكسر القاسمي او وجيه الجندوبي او لامين النهدي او العبدلي او اكس لا لا ما تمشيش تحضر. لا انا بعض الاحيان كنت تجيني الفرصه مثلا لطفي العبدلي حضرت له وجيه الجندوبي حضرت له. شو رايك كي دخلت؟ يا اخي هذاك يعني محبوب ويعرف يجيب النكته ويعرف يعني يخرجها ويعمل في علم الاجتماع بطريقه اخرى. انت كي مشيت تونسي ونجم نفس الروح كما عرفت تقول انا نفس روحي مشيت مشاهد باش نتفرج تونسي نحب نضحك. بالضبط. ضحكت ولا؟ ثم حاجات ضحكتني ثم حاجات قلت لا ما حقوش ثم حاجات يعني ككل تونسي مره اخرى يعني
كنت في بيبي كاكا سا ما انتيريس با بوكو لكن نقدر ينبر على حاجة معينة اللي أنا بيدي ماذا بيا حد ينبر عليها يعبر عليا وقتها هو دونك سا في بليزير لكن ما نجمش مرة أخرى نخرج نقول له مش باهي وما حقوش نو هذاك بعد 10 سنين تو يولي معناها أن جران وإلا بعد 10 سنين يتنسى دونك التاريخ هو اللي مش يقيم هو اللي مش يخلي العمل يبقى أو ما يبقى لسامي تو اللي قبيل حكينا عليهم كيما وجيها ولطفي والناس اللي خدموا معاك حتى في الإكسبيرينس تاع التلفزة كنت تتوقع نهار من نهارات كريتهم قلت الناس هذوما ألون تيرم ينجم يكونوا حاجة باهية برشا وإلا فما برشا ناس هكا ريتهم قبل وتفاجأت كيفاش ولاو اليوم أسامي كبيرة هما عادة الناس هذوم يعني من بدايتهم من البداية عندهم حاجة عندهم هبلة عندهم حاجة في عينيهم عندهم حاجة في ف لا لا هو مش صدفة هكا طلعوا ولا حاجة يعني العين متاع المخرج راتهم لا لا مش حتى هما موجودين يعني قطعنا يعني واحد كيما روف بن يغلان أول ما خدم في السينما مع في العتبات الممنوعة معايا في 72 لكن هل كنت أنا نتصور مش على المسرح بعد ويعمل ما كنتش نتصور لكن في نفس الوقت ما فاجئنش لأنه عندك الطاقة هذيك كرجل مسرح عندك الطاقة نجم يعمل تلفزة بعد أو يعمل وين منشود برغم اليوم روف بن يغلان راوه اليوم بشوي بشوي قاعد يبعد كأنها اللي نقولوا نحن الموجة الجديدة اللي قاعدة تصير في البلاد كأنها هي اللي خلته أخذها كشوية مرشارية من ثم مسألة موضة مسألة يعني برشا حاجات تدخل فيها مش فقط الواحد ينكمش وبقدر زي العرض والطلب ما عندكش مشكل انك تاخو خاطر ديما نحكي وتو باش نمشيو للسينما ما قبل ما نمشيو ديما المخرجين الاكثرية متاع السينما يقول لك ما نحبش ناخذ ممثلين من التلفزة ومن المسرح الاكثرية ديما يحبوا ممثلين بعاد على بعد على التلفزة ما نعاش برشا كل واحد مخرج الحجة نتاعو فما اللي يقول لك ما نحبش الوجه اللي يسار يتعدى على التلفزة في السينما ما نحبوش فما اللي يقول لك في المسرح ما نحبش نجيب من المسرح على خاطر برشا متاثرين بالطريقه المسرحيه كي يجيو للسينما ما يعرفوش يفرقوا ما بين سيكونس تاع السينما وبين المسرح انت كيفاش ترى لا الممثل نجم يخدم كل شيء ما فماش حتى قلق لا يعني ثم الممثل بصفه عامه هو ساعه خدمته هو ووجهه وحضوره لكن كذلك هو اداره المخرج اللي هو يعني مش مثلا هو في المسرح مش يجي مش يعمل مسرح في السينما انا ايش قاعد نعمل انا في لما نديره في المشهد المشهد يكون سينمائي انا مش نخدم معاك سينمائي ما عندكش حتى قلق من الحكايه هذه لا هو المشكله بعض الاحيان انه لما الوجوه المستعمله كثيرا كثيرا والمستهلكه كثيرا ما عادش تفقد مصداقيتها في بعض الادوار يعني نشوفه مثلا نعش غير نعطي اسماء ممثله يعني استهلكت وجوها كليلة لا لا يعني استهلكت كذا مرة كذا مرة فأنت مش تعطيها دور معين في السينما فتحسها الناس يعني مش باش تصدق خاطر هي شافتها في كل شيء ترجع الصورة اللي شافوها أو المتكررة وكل شيء أكثر فهذا هو اللي يمكن مش يقلق لكن يلزم قوة كبيرة تاع الموقف والجديد واللبسة يلزم يقع فيها الخدمة الكل تو نمشيو نحكيو على الشيخه اليوم والهبله اللي هي السينما انا اولا السينما عندي له شيخه وله هبله هو عذاب وفي نفس الوقت هذا خاطر برشا يقول لك لي انا في السينما مخرجين خاصه تو يجي يقول لك لي والله انا السينما نعم فيها هبله لي انا وحاجه نحب نخرجها باركونتر اليوم نسمع ريبونس اخرى يقول لك لي انا السينما عندي مفهوم اخر لها أنا بالنسبة لي هي التزام هي خدمة هي شغل هي كفاح يومي يعني في السيناريو في الحوار في اختيار الممثل في اختيار الممول اللي معاك في اختيار يعني الريفرنس نتاعك في الفيلم هذا كيفاش تكون ما هيش حكاية شيخة وهبلة طبعا هذا احنا اخترنا هذا العمل لأنه هذا كان اللي يناسبنا وناسب المزاج وناسب الميولات الأولية و الالتزام الأول اللي حختار السينما مش بشي يلعب إنما الهبلة يعني أنا ما أعتقدش أعطيك شخصياً أنا ما نحكمش على الآخرين أنا عندي السينما هو خدمة يعني عمل عذاب قلت يعني طبعاً ما هيش سهل العمل عذاب ممتع وكول اللي يحبه هو عذاب به يعني عنديش تمتع بالعذاب يعني مش من زي ما تعرفين الواحد يتعذب يعني يتألم صح مش يتألم يقول زيدني
باه تو نبداو نحكيو على ليزيكسبيريونس في السينما الاعمال كي نرجع بيك 1967 اول ممكن اول كوغ ميتراج كان السيريدا لا هو كان 64 و 65 و 66 كنت نعمل في السيناريوهات في نوادي السينما الهوات يعني في نادي القيروان وعملت سيناريو لفيلم صابرة وفيلم الدمية وفيلم تحت مطر الخريف فيلم طويل هذا عمل السي حميد الخشين الأفلام الأخرى كذلك عملها السي حميد الخشين وبعد في 67 عملت الفيلم الأول الروائي اللي هو السيناريو بتاع اللي هو المرأة التمثال تجربة يعني يعني حبيت نعمل تنجيزة ما كانتش تجربة ناجحة برشا برشا حسب رأيي لكن حطيت ممثلين وقدرت ممثلين من الناحية تظهر لك اليوم سوء اليوم كي تقارن بعد هالسنين هذه كلها لا مش مقارنة هي حتى في نفس القديمة تجارب الأولى مش كيف يعني العتبات الممنوعة مثلا تجربة أولى في يعني قوية ومن سنوات لكن تبقى دائما قوية هذا تحت مثل خريف معناها ما هو شكل تحفة أو العمل اللي يعني كانت أكثر منها إكزرسيس كان أكثر منه تمرين كيفاش تحط مثلك كيفاش تحط الزاوية تختار الزوايا تعمل المونتاج فهو فيلم تمريني لكن كان ضعيف يعني ما فيها بس واحد يقول كان يعني أنا قيمه كفيلم ضعيف و 72 لا 72 العتبات الممنوعة كنت نحمل وقتها رؤية وكان قهرة من السياحة والسواح وكان تعبير عن قضية يعني تهمني والكبت الجنسي ويعني كانت خلنا في الدسم وتجربة سينمائية مع روح نغلان مع يعني خلاص وخذيت منحة من فرنسا لكي نعمل الفيلم هذا فمش نفس التركيبة أنا مش نحكي على فيلم الكل رش أحاول اليوم في تيلي سينما ما ننسى حتى فيلم من بالحق بلك شكرني عملت 40 فيلم بركة لا فما أفلام فما كنجي نشوف اليوم فما أفلام بين مش نحكي على ليزانج قبل ليزون شمس الضباع تنساش شمس الضباع اللي هو أهم فيلم لحد الآن الفيلم يمكن الوحيد اللي مازال معيشني ويصرف عليه هو شمس الضباع نحكي عن فيلم 75 و76 هي قرية يعني تاع سواح وقرية تاع صيادين ويجيوها ينزلوا فيها سواح ألمان ويبنوا فيها مركب سياحي فالفيلم يحكي عن التغييرات الاجتماعية اللي تحصل في هذا في هذه القرية وجبت محمود مرسي من مصر باش مثل الدور الأساسي وفي في مجموعة أخرى مثلين التوانسة والمغاربة لأنه تصور في المغرب كان ممنوع تصويره في تونس وكانت تجربة واختاروا في مهرجان كان في الكنزان ديريزاتور وثم مشال 23 بلاد و 23 مهرجان وكلهم جوائز وكلهم كانت يعني خرج في باريس في عروض يعني تجارية قعدت 22 أسبوع في باريس يعني من الأفلام اللي اعتز بها وحقوق المؤلف الحد اللي تقول التو خلوني كما قلت التو خلوني موجود يعني بالضبط الفيلم اللي يعني عطال الشهرة العالمية اللي بغلبها وشمس الضباع به نمشي نحكي على الأفلام الأخرى اليوم بعد الملائكة يعني مشيت عملت تجربة في الخليج وفي الكويت وفي مصر يعني عملت أفلام وثائقية تقريبا 10 أفلام وثائقية مع مؤسسة البرامج المشتركة ووجدت ممول كويتي و منتج مصري موزع مصري وعملنا الفيلم الملائكة اللي فيه ممثلين مصريين مع توانسة وعملنا التجربة هذه كانت تجربة فاشلة فعلا من ناحية يعني طريقة اختيار الانتاج لكن مرة أخرى اللي جرب يعني ما يخسرش لأنه مش معقول يجيب ممثلين مصريين وتحطهم في دور في أدوار تونسية وتحطهم في ديكور تونسي في سيدي بوسعيد بالذات اللي هي معروفة تخليهم يحكيوا بالمصري يعني لازم الحكايه ما تعديش ما تعديش يعني طبعا هو كان الموزع لانه هو شرط من شروط الموزع والانتاج المشترك المصري مش انا اختياري لكن ما دام انا قمت بالعمليه فانا المسؤول عنها الاول وكما تقول انت كلها نتعلموا منها مع حتى كي تصير اكسبيريونس ما تنجحش 100% ما تكون كان نتعلموا منها سير فما امكانيه باش نتعلموا شويه باهي نمشيو نحكيو على لابوات ماجيك شو تو بدينا نقربوا 2002 لا ما زلت قبل 2002 عن الخطاف اللي يموت في القدس وعن وشم على الذاكرة يعني مارتا توي يعني أفلام كذلك هذه مهمة في أمريكان وإنجليز وفرنسيس وباتريك بريال يعني مجموعة من كان إنتاج فرنساوي
الخطاف اللي يموت القدس كالإنتاج كذلك فرنساوي لكن بإعانة من أبو عمار عرفات وصورناه في القدس. يعني كانت مجموعة هذه من الأفلام اللي هي كذلك نعتز بها لأنها صار يعني حطت اسم رضا الباهي في الساحة العالمية. إيه مش أفضل أنا ديما كان حاب نوصل بيك للألفينيات طبعا حاب نحكي من الألفين باش نشوف اليوم السيري ذا فما أفلام كي أنا منحكي وش هو كما أنت قلت فما أفلام حسا ما يش مهمة برشا ولا تجارب كانت ما يش ناجحة ينجم يمر عليهم وإلا لا يقول لك لا حتى كان راني كما قلت لك ما يش ناجحة 100% ولكن لازم نحكيه عليهم. لا المشكلة أنت تحب تختزل كاريير انت مخرج في اخر عمره وتحب تختزل في الافلام كبيره كبيره. انت قلت لي كنجي نشوفها انت اليوم تواضع قلت لي الكم مش كبير ولكن هو تبارك الله الكاريير كبير يعني كان نقعد نحكي اربع حلقات. لا 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 ما نعملوش اربع حلقات انا قصدي ثم حلقات هي حلقه توصلك الحلقه بالطبيعه هذا هو الاهم. طبعا التطويل فيها مش لا فايده منها لكن ما نجمش انا ما نتعداش على التجربه مع فلسطين القضيه الفلسطينيه لانه في النهاية باش لما نوصلوا لزهرة حلب نعرف اللي المسيرة تاع رضا الباهي فيها مواضيع سياسية مهمة السياحة في المغرب العربي مع العتبات الممنوعة وشمس الضباء الهوية مع وشم على الذاكرة والملائكة القضية الفلسطينية والقضية زهرة حلب مع القضية في الشرق الأوسط. يعني تجد أنه المواضيع كلها مواضيع مهمة وتهم المجتمع متاعنا وما فيهاش يعني الفيلم يهزك الفيلم. اليوم قبل ما نوصل نحكيو على زهرة حلب كما انت كنت تحكي لي شنو هو فريمون الفيلم اللي قبل زهرة حلب بعد ما حكينا تو بريسك على كل الافلام شنو الفيلم اللي تراه ما تنجمش تنساه بالحق من غير ما تقول لي جواب في العاده المخرجين يقول لك الافلام الكل اللي هي قريبه له الافلام انت الفيلم اللي تقول الممنوعه ما نجمش تنساه. لا لا ما يتنساوش حتى شيء ينسى ما عتبة الممنوعه شمس الضباع يعني اهم انتاجاتي واهم ما صرخاتي اذا كان فما نسوي السينما صرخه يعني كانت ضد السياحه بالطريقه اللي كان نعيشوا بها مع السواح. يعني المميز في الافلام هذم اللي انت كانك تحس الافلام هذه جات من صرخه كبيره من عندك من داخل هو كل فيلم من كل مخرج من داخل يكون ولكن هذم تحسهم فيهم وجيعه. لا بخاطر لا مش وجيعه هي العلاقه مع الشرق والغرب الشمال والجنوب يعني نرجع للمواضيع اللي هي تهمنا احنا مره اخرى. فالعتبات الممنوعة وشمس الضباع يحكيوا على النقطة هذه علاقتنا بالآخر الآخر هو الأوروبي والآخر هو الآخر. في اللي كاستينج اليوم نحكيوا شوية على اللي كاستينج في السينما كيفاش يقعت عملية اختيار الممثلين بالنسبة لي كنت والله ثم ساعة ممثلين نختارهم وإحنا نكتب في السيناريو نتخيلوهم ونحاول نأخذ موافقتهم باش لما يعني نكتب أكثر ونغوص أكثر في الشخصية يكون عندي الوجه اللي مش يمثل وثم أدوار اللي أعتقد أنها ثانوية لما تخلص السيناريو وقتها نبدأ نبحث ككل فيلم بروفيسيونال يعني في مساعد يقترح لي أسماء. أنت من المخرجين اللي تحاول تكسير الشخصية يعني نقول أنا اليوم تعيط الممثل كي تشوفه في الدنيا تقول مستحيل الممثل هذا هو اللي بش يقوم بالشخصية هذه وتخدم عليه وتاخذ ريسك والا من المخرجين اللي في السينما ماذا بيه كيما المكتوب السيناريو كيما اللي راه في الدنيا كيما برشا يقول لك ماذا بيه قليل باش ياخذ ريسك ويكسر الشخصيه كومبليتمون الاجتهاد هوني في الكاستينغ. لا هو شنو هي المشكله مش مساله يعني ثم اولا ساعه تقاسيم في الوجه وتعابير في الوجه هل التقاسيم والتعابير والميم اللي الميميك اللي يعملها الممثل هذاك او هذاك تمشي مع الشخصيه ولا لا يعني مش انا مش مكسر ما عندي ما نكسر انا ثم بعد هل هو مستعد هذا الممثل ان يخرج من قشرته ويدخل ولا لا فما ناس ما تدخلش عندهم نوع من الصلابه سو ريجيد ثم ناس اخرين عندهم السهوله وال يعني يخرج فيسع من شخصيه لشخصيه يعني زي وجيه الجندوبي عندها سهوله كثيره باش تمثل ادوار مختلفه وعندها لطفي العدلي كذلك عنده شخصيه يعني ممكن يعطيك وجوه متعدده ثم ناس اخرى لا معناها يبداو الريجيستر نتاعهم ضيق مش ديفو هذا لكن الطبيعه طبيعتهم طبيعته طبيعه الشخص يعني تواكب اليوم في السينما احنا الشبابيه اللي جاي مش قاعدين يخدموا اليوم في السينما عندك فكره على الافلام اللي قاعد تخرج في تونس تتفرج ولا تسمع بهم وما جاتش الفرصه؟ لا 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 يعني بالعكس انا يهمني اولا ساعه
نقري في معهد قمرت تاع السينما في المدرسة العليا، وبالتالي من واجبي شنو واكب أولادي في السينما، عندي بنتي مدير التصوير وولدي مخرج وولدي آخر ممثل، فمش مجبور لكن يهمني أني نشوف التلامذة والشباب شو قاعد يعمل. نحب نحط الموقع لأن نؤمن بأنه ثم تواصل، السينما والمسرح والفن هو تواصل بين أجيال. أنا استلمت من عند الناس قبلي ونحاول باش نقدم ونعدي الناس بعدي، وهذه الدنيا يعني بالعكس. فنتابع على طبعا الأفلام، شفت حبك هادي، شفت على حلة عيني، يعني شفت برشا أفلام، شفت الجنة، تفرجت في الجنة كل الأفلام طبعا. يعني قداش احنا عنا من فيلم في العام؟ قول لي باش بناء. لا 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 بالعكس، يهمني وأفلام تعجب وأفلام. شو الفرق اللي تراهم بين السينما الجديدة توا السينما نتاع لي جون كيفاش يراو السينما؟ شو الفرق تحسهم بين جيلكم وجيلهم؟ وين التوش نتاعهم هما؟ حاجة توا ما عملتوهاش تقول اليوم راه فيها فوالا برافو يعملوا فيها هما، يمكن هو العكس، تكسير الحواجز في الإنتاج، يعني طريقة الإنتاج جديدة عند الشباب، ماهيش بالطريقة الثقيلة اللي كانت عند السينمائيين واللي ما زالت عند بعض السينمائيين. يعني طريقة الإنتاج مهمة جدا، هي اللي ترد الفيلم في أكثر فريشور وأكثر أكسجين من الأفلام تاع الناس الكبار اللي يعتمدوا على الطريقة القديمة، يلزم مدير التصوير والكاميرامان والمساعد الأول والمساعد الثاني، فتجد الكاميرا عندها ثلاثة أربعة، مهندس الصوت عنده اثنين ثلاثة، مهندس الديكور عنده ثلاثة أربعة خمسة وراه، فتجد فريق بتاع 70 هذو ما يثقلوا على الفيلم. الشباب لا، اللي بأصحابه أو المجموعة أربعة خمسة أقل التكاليف، لا مش حتى تكاليف فقط، هذه عندها تأثير على الفيلم، يبدأ الفيلم ليجي. طبعا نحكي على الأفلام الجيدة، الأفلام الجيدة فهمت في الحالتين يعني. فهذه الحاجة اللي جابوها الشباب هي طبعا للظروف كذلك، لو الماتيريال نفسه يطلب يتطلب هذا، يتطلب أنه مش كاميرا قد نكوا فيها عشرة دايرين بها، فأفضل يكون واحد اثنين، هذا الكل يعطي للفيلم خفة روح ويعني يبدأ خفيف الروح في الظل. الفيلم الأفلام تاع الشياب نقولوا احنا بوم معلما توفك السيكونس لما وهذا في النهاية مش تلقاه في الصورة به على الأقل. به توا نحكيو على الفيلم الحدث اللي تونس كل قاعدة تسمع به، اللي في أيام قرطاس السينمائية زهرة حلب، نحكيو على الإكسبرينس هذه اللي ممكن أنا راها بعد هالكارير الكبير متاع سيريدا، هو كأنه هالإكسبرينس هذه كل نجم توصلنا للفيلم هذا. يعني هذا رأيك، الفيلم هو مهم لأنه مرة أخرى العالم العربي لو تونس عايشة في هالمشاكل هذية، مشاكل الشباب اللي ممكن بسهولة يغسلهم أمخاخهم بعض الأطراف المجتمع، وشجاعة امرأة تونسية، المرأة التونسية أثبتت السنوات الماضية أنها واقفة على ساقها وهي اللي شادة البلاد، فمن واجبي ومن التزامي كمخرج ملتزم بالمواضيع اللي قلت لك عليها بكري أني نعمل تحية للمرأة التونسية، وهذا فيلم في رأيي يعني حاولت وحبيت نلتزم به بموضوع الساعة، وموضوع الساعة هو ماذا يحدث في العالم العربي اليوم والدوامة اللي احنا ما كناش فيها أطراف ولكن وجدنا فيها وجدنا رواحنا فيها أو في خضمها. وين بعد ما تفرجت الفيلم وهو توا ناس شافته في أيام قرطة السينمائية، وين فريمون بعد ما تفرجت تقول حقني صلحت في هذه ولا ممكن حقني زدت في أنا ما نندمش لا ولا ما تقيمش في العادة روحك؟ لا ما نندمش، نقيم روحي التقييم شيء، مش تقييم، مش لا مش لا التقييم، لا التقييم موجود، التقييم ديما موجود، مش لأنه تعرض لأنه تعرف فوق الفيلم خرج للجمهور ما عادش يعني يفوز ديتا شيء. أنا قاعد توي نكتب ونحضر في فيلمين أخرين، أولا باش ما نمرضش بالمشاكل تاع خروج الفيلم هذا، وفي نفس الوقت ما عادش عندي وقت برشا. أنا الكاريير احنا قاعدين اون كونكلو كاريير، قاعدين في آخر الكاريير، فلازم نعطي طولة العمر عندنا برشا أفلام، فواحد قاعد يحضر في روحه للفيلم الجديد، فما نجمش نقعد ونقول يا ريت ما عنديش وقت. فين الموضوع هذاك؟ تو الجمهور يعمل فيلمه اللي يحبه، تو ملك الجمهور، هو الجمهور يتصرف كما يحبه، ولكن في الوقت لازمك تكون واقف على التوزيع نتاع الفيلم. لا هذاك التوزيع وقفنا عليه خلاص، عند الموزع وان شاء الله الموزع تاعنا القبنطيني يقوم بمهمته
وخلاص طبعا مش نستناه ونقعد فما مشكل انا ديما راه في ايام قرطاس السينمائيه خلينا اليوم نحكيوا زاد بصراحه في حاجات اليوم فيلم كبير تحب ولا نكره الفيلم كبير لازم يتقال خاطر مخرج تونسي كبير زهرت حاله برشا من الاعلاميين والناس اللي كانوا حاضرين في الافتتاح قالوا باهي برشا انه يكون موجود في الافتتاح ولكن زاد اومنتون في الافتتاح صارت برشا جوجمه يعني فيلم بالقيمة هذيك صارت برشا خوضة يعني أول بدأ يتعدى الفيلم ناس داخلة ناس خارجة أنت كمخرج تكون موجود في الافتتاح ما ترشح بالحق هذه مشكل ولا تقول مشكل لي. كبيرة أنا شخصيا طلبت من الإدارة بتاع المهرجان أن تعدي الفيلم في الكوليزي إحنا نادي ونعيط وديما نحبوا نرجع للصالات بتاع السينما فما بيها نمشيوا لقصر المؤتمرات قصر ما عندوش علاقة بالعروض السينمائية ونحبوا بالسيف نردوها قاعة سينما الصوت كان زفت الصورة كانت الأجنبي كلها ما تتشافش البيبان محلولة والناس تتحفظ مش معقول يعني عرض يعني السينما شيء مقدس مع الأسف الإدارة ما حبش تفهم حاولنا يعني شو مش تولي براد فير ونولي نعمل أنا في شانتاج لو ما نتعدش في كل زي ما نعديش في الموية ونولي أنا الغالط ونولي فالمشكلة هي هذه أما أنا كنت من الأوائل اللي نقول لهم لا يلزم الكل زي صرفنا على الفيلم فيلم دولبي ستيريو ما يتعدى في ظروف صوت عالية وراقية صورة جميلة كاملة علاش نكسرها من الأجناب حد يسمع وإلا كما قلت لك ندخل في عراق وريضا الباهي ينفيدي شانتاج وتولي ولي أنا المشبه اليوم الافتتاح نحكي وشو رأيك في الأجواء يا أخي ثم أجواء متاع مهرجان ما هوش محضر برشا في رأيي يعني من الناحية كان اليوم تصنع يعني بيك كل السريغة أنت حشنا بيك تكون مدير مهرجان نحب ونشوف خبرك في الإدارة لا لا أنا مخرج ونبقى مخرج لن أدخل في إدارة طول عمري ولن أقبل بإدارة أي شيء لا 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 المخرج يبقى مخرج ويجعلناش نوصل ويجعلناش ننشق لا لا أما قصدي ثم ضيوف ما وصلت وتلوحت في المطار ثم ضيوف ما جاتش ثم ضيوف يعني عندي المنتج المشارك متاعي اللبناني معناها لم يتم استدعائه المنتج أمريكي لم يتم استدعائه يعني حرام لا لا ثم حاجات لكن لا فايدة في الشكوى ربي عينهم نصلحوا ديما نقول لازم نصلحوا علاش لازم نحكيوا راه في الاخطاء باش نصلحوا لما تقول هذا يحسوك كانك عدو وانا بالعكس يعني انا من الناس اللي نحب مش نصلح برك نحب نعطي صوره كيما نعمل فيلمو نعمله في احسن صوره نحب زاد المهرجان يتعدى في احسن صوره المصريين يتشكاوا واللبنانيين يتشكاوا يعني كل عليه ليه ان شاء الله نصلحوا في الدورات الجايه نصلحوا من الاخطاء قبل بدينا نحكيوا على لي جون غيريزاتور نحكيوا على السينما الشبابيه الناس هذه كيفاش قاعده الانرجي نتاعهم كما قلت لي خاصه الانتاج كيفاش باقل النومبر يعني نتاع ناس يحاولوا يعملوا فيلم مزيان ويتعدى ويكون حلو برشا انا كما قبيله كان عندي اماتور كان موجود معايا في وفرج الفيلم نتاعو تو عامل اسباس جون غيريزاتور بروفيسيونيل تلقاه هو يقرا في السينما بدا يخرج الفيلم نتاعو عنده تجارب يحب يقوم بهم نتفرجوا في الفيلم نتاعه وبعد كالعاده ناخذ رايك انت حاضر هاي تفضل هاي مرحبا بك اسلم صباح شعبك تفضل اهلا مرحبا تفضل ما تعرفوا عليك علي الدين بومعيزه اصيل زاويه توسا جون رياليزاتور هاي علي الدين شو اسمه الفيلم جيتنا بيه اليوم زينه شو اسمه زينه قداش يقعد فيلم يقعد 7 دقائق ماشي اذا راح نفرجوا في الفيلم بعد نرجع نحكوا ناخذ رايك سوكتو حضر روحك مريقلة خليني نذكر اللي تفرجوا فينا يحب يكونوا موجودين معنا زادة في إسباس جون غاليزاتور على ذمتكم الباج أوفيسيال متاعنا تيلي سينما وإلا السيت متاعنا www.telesinema.com نتفرجوا في الفيلم وهنا راجعين
وقيلة بنتك جد. واش قلت مرسوم بنتي جد؟ وقيلة بنتك جد. هي بنتي زينة جد. رجعنا بعد الفيلم
توا مش خليك انت يا سيدة، انت تقول لنا، انت اللي تحكم لنا على الفيلم وين نجم يتصلح، شنو الحاجات اللي عجبوك حاجات اللي ما عجبوكش. لا انا قبل ما نحكم او مش حكم تقييم، كلمه صغيره تقييم نسمع الساعه، شنو هي الانتونسيون تاعك؟ يعني شنو هي انت وجهه نظرك، شنو اللي تحب تقوله في الفيلم باختصار؟ حب نقول اللي الخلطه مش باهيه معايا، انت اذا عندك مونتاليتي تتبعها ما تتبعش لي زوتر مونتاليتي تاع العباد الاخرين. اذا انت واثق بالفكره اللي عندك انت وتربيت بها، مش لازم تتحول مع الافكار الاخرى معايا. مش لازم تنساق، يعني عنده اللي عنده ميولات معينه يقعد في ميولاته من غير ما ينساق على الاخرين. يعني هذا هو اش حبيت توصلك. علاش خاطر انا اللي حسيت انه ثم درس اخلاقي في الفيلم، لكن ماهوش طالع بالطريقه هذه، لانه المجتمع نتاع المراه نتاع البنت معروف، اجتماع المجتمع وريته وريته مليح، يعني ناس يخدموا يكلتوا على معناها المجتمع هذاك الريفي تري بيان في المجتمع الاخر شفناه كان في الشطيح والرديح، قادر تنجم وحده تخرج من قشرتها من غير ما تمشي تشطح وتردح وتخرج من، فهمت قصدي؟ فانا نخاف من انك لما تعمل احكام مسبقه، يعني مش لان هي خرجت من طورها، مش هو نجم طفله جايه من اصلها من الريف او هي من الريف تخرج تسهر مع اصحابها، هذا ممكن، اما اعطيني فك السهره هذيك، ثم خروج عن يعني الاخلاق الحميده بين قوسين، هل ثم خروج عن والا لا؟ اذا كان خرجت تسهر مع اصحابها وباش تفرهد مع كيما قالوا لها ايج اخرج، انا ما نراش في هذا ضيق كبير. اما لو فيه فساد مثلا في وسط السهره، وقتها تقول لك ايه خرجت على، انا ما شفتش فساد. هذا وجهه نظر. وحتى الاخلاق الحميده كل واحد تقييمه لها، وهي الميده نفسها هذا بيد الموضوع. علاش قلت بين قوسين؟ بين قوسين. ف سؤال اخر، انا قبل ما نحكم زاد نحب نفهم، قبل الموته نتاع الاب هذيك، او يعني شو مأتاها منين جا؟ مأتاها من فما شكون معناتها، هي مش واضحه في الفيلم، اما قالوا له اللي بنته بعثوا له تصاور نتاع بنته، هي ناقصه الفيلم، ناقص روش معناها ما تحطتش في الفيلم. يعني خاطر شاف التصاور نتاع بنته صارت له لكن اذا كان هي مش موجوده هذه انا كيفاش باش نفهم اللي هو قلبي ومات ولا تقول له سامحني؟ يعني هذه لا تقبل تماما، لا تقبل تماما، ما نجمش تحط الحكايه في المونتاج تنحي الموتى توفى الحكايه، يعني هذوما الحاجات نجم تصلحهم يعني في الفيلم، يعني هذه حاجه من اثنين ما فيهاش، ما نجمش تقول لها نسيت او تعمل سوتيتراج تقول لهم لا راهو هذه بقعه نتاع مش نحط فيها تصاير. يعني هذاك علاش انا سما ان بو شوكي. اما مره اخرى يعني بالنسبه للكاستينغ زاد نقطه اخرى، ليش تقلق شويه؟ يعني اللي مثلت الام صغيره في السن، صغيره بالنسبه للبنت يعني وكانها اختها، فلازم تاخذ يعني ما فيها باس كنا عملت مجهود اكثر في اختيار الام تكون اكبر شويه 10 سنوات زياده من اللي اخترت هذيك باش تبدا العلاقه مقبوله لوجيك. يعني قلت خاطر في المجتمع الريفي يعرسوا صغار، دونك معناتها سي لوجيك مش تلقاها الام صغيره معناها، لكن صغيره ووجهها قريب كانها اخت كانهم اخوات، يعني توا مثلا حتى تعرس صغيره يعني لازم نلقاو على الاقل فما فرق خفيف، يعني فما فرق اللي يخلي هذه الام ما هذوما كانوا اخوات. المهم هذا وجهه نظري انا، طبيعي هذوما مش سيدة متواضعة على برشا يقول لك الوجه هذه ممكن تقييمه هو خلينا يعني تقييم مش يعني هذه يعني الحاجات اللي تقلق شويه خاطر ما فيها كان بس تاخذ امراه اكبر شويه باش تعدي دور الام وتعرف امراه من النوع هذاك اللي كلتت من جد يطلع على وجهها، هذه ما زالت وجهها فريش يعني مش ظاهر عليها التعب، فهي محضره روحها للدور. اون لافوا كوم بتيت بوبي مثل تلعب تمثل الام ما فيهاش، اما كون جبت امراه عمرها 35 40 وهي تسالك السؤالات في الاخر وكل واحد وتخدم وتعمل في الصوت تعطي اكثر الحكايه معناها المصداقيه، لان تجيبها جست مش تعمل، هذيك المسكينه قاعده سيم في كيفاه ان تريك اون في بلو ما
عاش تعمل فهمت هكا قيمنا هكا الفيلم باهي حكينا انت طويلنا تحب توصل حتى من بعد ما تسمع هكا اليوم ديما نقول انا تسمع عندك شانس كبيره مع مخرج كبير موجود في تيلي سينما ومن طون تاخذ من عنده نصيحه هو زاد يقيمك يقول لك هذه نصلحها هذه كذا هذا الكل انت اليوم بعد ما تسمع هذا الكل وانت ما زلت تحب تخدم في السينما يدين وما زلت تحب هذا القدام شنو اللي سجل تحب اكثر تحكي فيهم وين فريمون تحب تبرمج وين تحب توصل في السينما انا الاكثر نحب نركز على الدوكيومونتير خاطر قيت الدوكيومونتير اقرب لي في الـ في الـ في حتى في الافكار بتاعي نحب ديما نخدم دوكيومونتير اللي خاص بالمجتمع بتاعنا نحب نخدم دوكيومونتير ما نحبش نعمل فيكسيون نحب نظهر الحقيقه من الدوكيومونتير برشا قالك من الفيكسيون نجم نظهر الحقيقه زاد شو المشكل مش كيف في الدوكيومونتير الفكره تعتبر حقيقه معايا طيب مادام انت تحب الدوكيومونتير علاش عملت فيلم ريال هذاك اول فيلم نعمله انا خد احنا هون سي دارو اللي يكونوا ليزكسبيريونس لينين على اول ما بدا غرامهم يعني ما زالوا معنا فهمت ما زال هو بيدو راه ايش نقول لك نصور بالحق المخرج ولا الممثل ملو مازال ما يعرفش تقنيته بعطوه اختصاص هو ممكن كما قال لك انت تحب الدوك اما ممكن المره الاولى اخترت الشوا هذا فهمني شو اللي سجل بالحق تحب تحكي فيه ومن بعد عندي حاجه نرجع لك مع سيريدا معك انت شو اللي سجل تحب تحكي فيه اكثر في الدوك ما زلت ما عندكش الافكار شفت انت ما نقول بدايه تاع لي جون اون جينيرال تلقاه ما زال ضايع ما زال لوش في فنيه والا من الاول ترى انت ليه لازم يكون من الاول يعرف تنيته كيفاش ترى لا 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 هي شنو هي اعطينا انه من الاول يعبر قال نحب نعمل وثائقي نحب نعمل الافلام هذه الوثائقي لانه المجتمع بحاجه مثل الافلام فهو يعرف ايش يعمل بالعكس اختيار الموضوع تو يجي هو بعد الموضوع بعض الاحيان يفرض روحه عليك تولي اون اورجونس تحس بحاجه يلزم نعملها كل حاجه الفلانيه لازم نعمل فيلم على الزبله والزباله والناس تلوح الزبله في الشارع لازم نتعدى نعمل هكا فحاجه تفرض عليك روحك فدوك ما تخافش من المواضيع مش عندك تو المهم تعرف ايش تحب تحب تعمل افلام وثائقيه سيبو سيبو يعطيك الصحه ومره جاي زاد الفيلم الجاي بعدين نعاود نعديو الفيلم ونوصل لك زاد الفيلم تاعك نفرجوا فيه الكل ونزيدوا نقيموه ونحكي. ان شاء الله بالنصائح اللي عطاهم لنا سيري دا نحسنوا. العفو سيري دا. برافو برافو يعطيك الصحة ومرحبا بك معنا في كل وقت. بارك الله فيك. مرحبا. ميرسي. هو الباهي في لي بارتي هذوما في ليميسيون لي جون ديما يجيو عندهم انرجي كبير. يحبوا يظهروا يعطيه يعدي الفيلم نتاعو اكاولي انا يقول لك انا فرصة الفيلم مش يتعدى في تلفزة وفي قناة وطنية الناس الكل تتفرج. ولكن يقعد كما قلت انت من الاول فما كان ضايع شويه يسخطوا انت قبيله قلت له الفيلم كانك حبيت توصل فيه درس على الاخلاق ودرس واحنا برشا يقولوا في السينما ما تعطيش دروس يقول لك ثريت حل تساؤلات الاكثر اني مش تعطي دروس هكا بطريقه مباشره يعني جيت نقول لك هذه حرام وهذه حلال هذا التقييم كل حرام والحلال والاخلاق كل واحد يختلف من عقليه لعقليه يس اليوم سيدي ذا الحلقه كانت معاك سمباتيك برشا عايش ان شاء الله نلقى زهرة حلب يدور تونس الكل العالم الكل ان شاء الله نحكيوا عليه ان شاء الله ياخذ وقته زاد في العروض ان شاء الله ديما نعمل الكومبلي وان شاء الله اعطيني سكوب ساعه قبل ما نكمل نتمناو ذا الكل اعطيني سكوب شنو الفيلم الجاي اللي قاعد يحضر شنو اعمال جديده قاعد تحضر هذا سكوب لي انا ترى اش قاعد ثم زنوبي هذا فيلم كبير قاعد نحضروا فيه على دفن النفايات والديشي توكسيك في افريقيا من اوروبا باش يدفنوهم في افريقيا ويتعداوا على المغرب العربي فيلم يعني روائي كبير وفي ممثلين وفما عندنا مدى فيلم انتاج تونسي لبناني جديد كذلك قريب نبداو فيه هو قبل حتى زنوبيا ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله كل ما فما فيلم جديد تعاود تجيب حثينا نعاود نحكيو عليه حبيبي بليزير خليني نسلم على اللي يتفرجوا فينا ونذكرهم زادا بالباج نتاعنا ديما على ذمتكم الباج نتاعنا اوفيسيال تيلي سينما باش تعرفوا لي كوليس نتاعنا الامبيونس نتاعنا الكل ما تنجموا كان على الباج اوفيسيال نتاعنا هكا تكون حلقتنا وفات اليوم ان شاء الله نتقابلوا الاثنين الجاي على الوطنيه الاولى ازر يقول لكم تصبحوا على خير نطلب من السادة النظارة انكم تمشوا للسينما تدفعوا لأولادكم وبعائلاتكم باش تشوفوا الأفلام في السينما في قاعات السينما لأنه من غير سينما مش يصير إنتاج للأفلام فبفضل مساهمتكم وبفضل مشانكم في قاعات السينما ترجع الحياة كما كانت ويرجع يمكن حب السينما عند الشباب
فما تخليوش فرصة إلا وتمشوا تشوفوا أفلام في قاعة السينما.